من أجل إطلاع الرأي العام نستعرض عليكم حصية الحجوزات المحققة من طرف الفرق العملي الجمركية العملياتية المرابطة على مستوى إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر الخارجية لثمانية أشهر الأولى من سنة 2023 والممتدة من أول جانفي 2023 إلى غاية 31 جانفي 2023 في مجال حماية الصحة العمومية. يطلع أعواننا على مستوى مختلف مصالحنا بحجز كل من ما من شأنه المساس بالصحة العمومية، وذلك حفاظا على صحة المواطن ولحماية الشباب من السموم والآفات التي يمكن أن تمسهم والتي يتم محاولة تمريرها عبر المعابر الحدودية. في هذا الشأن تم تسجيل حجوزات فيما يخص المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية والمشروبات والمواد الكحولية. بالنسبة للمخدرات والمهلوسات تم حجز 0.7 غرام من الكوكايين، 1 كيلو غرام أقول، و 2.291.07 غرام من القنب الهندي، أقراص الإكستازي وكبسولة بريغابالين. تم تسجيل 24488 قرص مهلوس من نوع الإكستازي، 25 قرص مهلوس من نوع 2CB، 20.04 كيلوغرام تحتوي على مسحوق أبيض لصناعة بريغابالين. بالنسبة للمشروبات والمواد الكحولية تم تسجيل حجز 581 قارورة كحول من مختلف العلامات، وأيضا 4495 لتر من المواد الكحولية تستخدم في صناعة العطور. في مجال حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الصرف يداوم عناصر فرقنا العملياتية في مختلف مصالحنا للتصدي لكل محاولات الغش والتهريب وردع الجرائم الجمركية التي من شأنها أن تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بمقدرات الأمة، حفاظا على إيرادات الخزينة العمومية ومنع تحويل الأموال بطريقة غير شرعية. وفي هذا المجال تم حجز فيما يخص المعادن النفيسة 12205.61 غرام من المعدن أبيض، 66.748 غرام من المعدن الأصفر، 2.3 غرام سلسلة الذهب 18 قيراط. بالنسبة لكاشف المعادن تم تسجيل حجز 707 كواشف أقول. العملة الصعبة تم تسجيل حجز 495,435 أورو، إضافة إلى 950,131 دولار أمريكي، إضافة إلى 3,150 جنيه استرليني. وكذلك حجز عملة وطنية قدر ب 300,000 دينار جزائري، إضافة إلى آلة تعدين العملة الافتراضية بمجموع 3. بالنسبة للهواتف والأجهزة الإلكترونية فقد تم تسجيل حجز ما يلي 249,000 هاتف نقال مختلف العلامات، 13,091 اكسسوار هاتف نقال بمختلف الأنواع، 14,091 سماعة أذن بمختلف الأنواع، 830 لاصق إلكترونيك، بطاقة هواتف ذكية غير مرئية على شكل بطاقة الدفع الإلكتروني لدينا 154 بطاقة. فيما يخص ساعات ذكية وأجهزة إلكترونية نذكر ما يلي: 11,748 ساعة يد مختلفة الأنواع، 3,297 ألعاب أطفال مختلف الأنواع، 6,266 وحدة حولية للتزيين، 6,800 بطاقة ممغنطة، 3 جهاز كمبيوتر زائد 95 قرص صلب، 95 جهاز بوكس تي في، 57 لوحة إلكترونية، 57 قالب لصناعة الحلي، وأخيراً 1724 أجهزة استقبال قنوات فضائية.